سيد جمعة شونك؟ أنا مو أستاذ العزيز ورحمة الله عليكم. أنت الآن هنا تدعي أنه تطلب محمد عدنان إبراهيم الباوي ونصر فرحان السلطان، ذول اللي اشتروا منك ايه؟ اشتروا بصفتهم الشخصية أم هم اشتروا بصفة كتائب الإمام علي؟ لا لا، هم يعملون في كتائب الإمام علي، وكان يجينا هو وعدة سيارات ويا حماية بحدود 10 سيارات، أخذوا من عندي مونيكات والإفزازات، هو وحج ناصر، وحج ناصر صاحب مطعم هم يعمل في كتائب الإمام علي ويعمل في مطعم دار السلطان في 62 بالكوادة 62. وبعدها أخذوا السيارات وقمت أروح عليهم على المطعم، لا لم يقابلوني. بعدها قمت أروح إلى البيت ولم يخرجوا إلي، وقاموا بتهديدي من قبل الحماية، وبعدها أبلغوني بأن أتي إلى المزرعة في الزعفرانية. أي. محمد الباو عنده مزرعة في الزعفرانية، فقام بإرسال أسد علي بالهجوم. وقد أسد؟ أسد عند أسد سيدنا فدوى لعينك عوف الفصحى، سولف وياي مثل ما سولف وياك. اي وطلع الاسد علي وشردت وين للبيت الثاني، شيتت عبالهم حرامي، وبدا يهددون بي. ولحد الان رحت على الشيخ خالد الباوي وعدني وكل ما كوي، وقابلت المسؤولين مالته وعده احزاب وماكو اي نتيجه للحشيد وامن الحشيد والمسؤول ماله الحاج شبل. رحت ما صارت مقابلة وياه، وقال أنا ما لي علاقة، هذا موضوع بينك لبينه أسلمه. وأنا أناشد الإعلام وأناشد السيد رئيس الوزراء وأناشد هيئة الحشد الشعبي. يا سيد أنت الآن تناشد وصوتك نسمع. أكو قصة أن نفرق أنت علاقتك ويا محمد ويا ناصر، إجوا أخذوا باسم كتاب الإمام علي، لو أخذوا بصفتهم الشخصية. يعملون في كتائب الإمام علي. يعملون بكتائب الإمام علي. السيارات قال ده نصعد به، نصعد به لخدمة المذهب. وناس متمرسة وحمايات وقتلوا، بدوا يهددوني بالقتل ويهددوني. وحج ناصر حتى الوالدة حتى الأخوتة رحت لأخوتها للقصيرين وتوجيتهم، قالوا عم إحنا ما لنا كل علاقة به ولا إن دخل ذاك وروح له. ورحت العمامة ورحت الأهل ورحت وما خليت باب ما طلقت عليهم. هم جو قالوا لك احنا نريد سيارات كتائب الإمام علي، لأن عندنا واجبات نطلع بهاي السيارات، محتاجيها إلى معركة، هذا إلى أي شيء قال لك بيه. أول وجبة أخذوا 50 سيارة بيكن جبتها من الكويت، وبعت المعرض مالي ب52 شدة، المعرض يسوى 100 شدة. هاي سنة أول سيارة 50 بيكب قبل 6 سنوات، ولحد الآن لم يسددون مبلغي من 2016 لهذا اليوم 2015-16. زين أنت شو لقيتهم 1,370,000 دولار بموجب أي وصل؟ ما هو إثباتاتك؟ عندي موجود عقود وعندي سجل وتواقيعهم ومستنداتهم، ويدزون احنا بكل ماكو اي دقعتهم. ناس متمرسه ومجرمين حقيقيين، وابد ماكو غير الله وانتم. تخلصوني من ذولا. استاذ نجم العفو اذا تسمح لي، انا ناشد رئيس الوزراء وناشد هيئه الحشد الشعبي وناشد وزاره الداخليه وهيئه الاعلام، وناشدكم بصفتك انت الوحيد اللي استقبل التليفوني، لان انا اي مكان اروح القاهم عندهم فد باع موجود بهذا الموضوع. وأنا بلغت أكثر من واحد عليهم وما يستجابون، لأن هم متمرسين وعندهم نفوذ داخل يا سيد جمعة خليني أقول لك، وهي ليست المرة الأولى اللي أنا أعلن بها. وفي هاي الحلقة بالمقدمة شفت أنه الأخوة بأمن الحشد وبرئاسة أركان الحشد ومعاونية أركان الحشد وفي علاقات الحشد، القضايا التي عرضناها صار بها اهتمام وصارت بها متابعة، وعاد الحق إلى أهله. لذلك أنا الآن أيضاً أعيد نفس المناشدة، لأن الأخوة يتابعون هاي القصص وما يرضون بظلم الناس، ولكن أنت أيضاً مطالب. أنا هاي أرسلها للسيد أبو عمار، السيد ياسر العيساوي اللي هو مدير معاون رئيس أركان، وأرسلها إلى السيد أبو فدك، وأرسلها إلى أمن الحشد، وهم أيضاً راح يتابعون هاي القصة. ولكن عليك أن تثبت أنه هاي 50 بيكب اللي أخذوها قبل 6 سنوات هي لا كتائب الإمام علي ولم تسدد مبالغها. لأن أنا أفهم
الحشد الشاب الأبطال يقاتلون من أجل حقوق الناس ما أن يأخذون حقوق الناس. وعندما يثبت ظلما لمواطن قد أخذه أحدا يدعي بالحشد الشعبي أو باسم الحشد الشعبي، والله أنا مؤمن أن هنالك رجال ومسؤولين بالحشد الشعبي لن يقبلوا مهما كانت قوته. زين هذا شلون عدى أسد بالمزرعة؟ أستاذنا السلام عليكم، إذا تسمح لي بدون زحمة عليك. أنا ذهبت إلى أمن الحشد، أنا ذهبت إلى أمن الحشد وقدمت شكوى عليهم وماكو أي استجابة، لأن الموجودين الطرفين اللي هو محمد الباوي وناصر قصيرين ناس متنفذين بشكل. وقبل أيام السيد سلمان القاسم أحد رؤساء السادة المقاصيس ذهب إلى الأستاذ أبو فدك وأعلم بالموضوع حول محمد الباوي، ومحمد الباوي بيت عند بالجادرية كل ما أروح يسحبون سلاحه ويطردوني ويهجمون علي. زين قال له السيد أبو فدك عندما راجع؟ قال له أنا راح أتابع الموضوع هاي الحق قبل أسبوع، قالوا تروح لأبو فدك تبرع. والله إن شاء الله أبو أني أنا مؤمن إنه أبو فدك ما راح يقصر، وأنا قلتها أكثر من مرة، هو اتصل بي مرة من المرات قال أنا أتعامل مع مشاكل الناس. خليني يا سيد جمعة قبل أن أنهي وياك القصة أمام السيد أبو فدك وأمن الحشد والسيد فالح الفياض وأيضا القائد العام، إذا كان حقا لهذا الرجل يجب أن يؤخذ بالقانون، وإذا ما ثبت أنه هذه أخذت باسم كتاب الإمام علي فهي عليها أكثر من نقطة استفهام. وهم الأخوة بالحشد يعرفون أنا أول من أدافع، أنا أول من دافعت عن الحشد الشعبي، وأنا أول من ينتقد التصرفات السلبية داخل الحشد الشعبي، لأننا أبناء وطن ونريد لهذا التشكيل أن يطرد منا كل فاسد كان من يكون.